بروسيا مطار دائما نرحب بكل ضيف مكان. يحاولوا ما امكن انهم ينقلوا او يخليوا الابناء ديالهم والجيران. تحية لكل الخيالة الفرسان الشجعان اللي كيتميزوا بالحب ديالهم وارتباطهم بهذه اللعبة الأصيلة اللي هي ماطا، والتشبت ديالهم بهذه اللعبة وكيفتخروا بها افتخار كبير، وحاضرين في كل فعاليات المهرجان. نقطع على سيدي عبد اللطيف هذه اللعبة اللي اخترتوا انكم تكونوا واقفين في واحد الاتجاه باش الامن الخاص لساهرين على امن وامان المنطقة. اذا ده عبد السلام البخاري، وهذه روح رياضيه احنا مبليين بها ومبلي انا من الصغرى ديالي هنا في ماطا. كنت نمشي لها صايله وندير مسابقه، كنت نمشي لها فيما نمشي كنت ندير مسابقه، وانا باقي لعب اليوم واخا انا كبر. دابا كندرب ولادي. شنو السنه ساعه انت بديتي كتفوز بالمسابقه فزايله؟ السنه قديم شويه. من العام اللي كنت نمشي لها 90 91 80 الثمانينات كنديها فصايل. بقيتي مستمر الى يومنا هذا؟ بقيت مستمر الى الاميه هذا وانا باقي فيها. لا الشربه ديال نبدا نهار السعيد. دابا انت عندك الشربه ديال عبد السلام بخاري. عبد السلام بخاري من نهار السعيد. جماعه عياشه 10 بشربة من الرئيس. كنا نلعب لربنا. أنا رئيس الشربة. أنا رئيس الشربة عندي 10. أيوا وكان دائما فايز. أنا باقي الآن باقي نحتاج كبرنا، باقي نقدم ولادي. تعتازوا تقدم ولادك هما اللي نقدم ولادي هما اللي يدخلوا بلاصتي. مزيان. هذا اللي كان. مبروك عليك. الله يبارك. استمرارية المهرجان، مشكورين طبعا كل واحد باسمه. جمهورنا الكبير في الصورة الثانية تجمع السيدة بارقة بالسيدة السفيرة لدولة اسبانيا والسيدة لمياء بارقة ايضا السيدة ريكاردو كوليان. حضور مهم كان، تشرفنا اليوم بالحضور ديال السفير المملكه الاسبانيه اللي حضر معنا، حضر معنا كذلك واحد الكلمه ديال الصداقه والتراحم على ما قام به الشريف الوالد الله يرحمه ويوسع عليه في حياته باش تبقى دائما العلاقه الاسبانيه المغربيه، لان التصوف هو العمل ديال تقرب الثقافات، فالتصوف كذلك هو المحبة، فاحنا خلقنا في هذا الجو، وإن شاء الله احنا كذلك غنبقاو دائما نشتغلوا في هذا الإطار هذا ديال حوار الثقافات إسباني أفريقي. حضرتوا شفتوا بأنه عدد من الجنسيات من أفريقيا حضروا معنا، شباب وشخصيات مهمة كانوا حاضرين معنا من موريتانيا كذلك، منتوجات فلاحية يجاو يتعرفوا على المنطقة ديالنا، المنطقة الجبلية، ويوريو المنتوجات ديالهم. فهذا الفضاء مطا من الخيل المتميز، يعني الخيالة ديالنا راه اعظم خيالة يقدروا نقولوا ويكونوا موجودين في العالم، وكيصبح فضاء ثقافي، فضاء ديال الحوار، الثقافات ديال تشجيع السياحة الجبلية والإيكولوجية مهم جدا، لأنك تعرفوا المنطقة هذه ما كانتش معروفة يعني إلا عندنا نحن ولاد المنطقة كنعرفوها، ولكن على الصعيد الدولي الحضور ديال
الصحافه الدوليه كتعطي واحد إشعاع على دوليا، والحضور ديالكم كيعطي واحد إشعاع على الصعيد الوطني. وشكرا جزيلا ومرحبا. فيها وجيت نعاونها على الحنه كيف كيحنيو العروسه هنايا. حنا كنحنيو العروسه كناخذوا المونيكا كنعدلوها بالعواد، ومن بعد كناخذها كنخبعها وكنعملوا كنعند الحنه، ومن بعد كنحنيو الناس، ومن بعد كناخذ ماطا وكنعطيها لي كافاليي، ومن تما كيبداو لا كورس. اللي كان كيعجبني بزاف لان في الاول ديال الوالد الله يرحمه كان عنده المطا، هي كانوا كيجريو على العروسه وبعد كيتزوجوا مع احسن امراه جميله من القبائل. ودابا الوقت تبدل طبعا، الناس ما بقاوش بحال قبل معلوم، دونك حق نتبعوا هاد مرحله الحنه ديالنا، وهذا الشيء خصو يبقى دائما عندنا. ايوا تراث مغربيه. شكرا. تبارك الله عليكم، الله يرحمها. ديك انت ما مزوجاش ياك؟ ولا قلت مزوجة بعد الله يلقاها لي بنتي وراجلك. أنا معوف عليا لا مبقاش على الراجل ياك. ما خليت التران، ما خليت الطيارة، ما خليت السوق. بالحق قالوا لي عندي الأربع دعياشات كاينين الرجال. كاينين الرجال ياك. أنت راجل خاصك تجواز. خاصك تجواز. أنا نطلب جوج من الحاجة عندك. Yeah, I got my horse.